السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وشرفتونا، ومعنا الدكتور عبد الباسط إن شاء الله في إبداعاته. وشيء جميل النهاردة قلنا نجيب حاجة خفيفة بعد الحاجات اللي هي التكنولوجي. الدكتور النهاردة هيكلمنا عن متلازمة إيرلين بإذن الله تعالى. بنقول له أستاذة هادية، أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، رشيد وليد، مستر عبد الرحيم، مرحب بكم جميعا. تفضلي أستاذة مرحبا، هادية. أهلا وسهلا بالجميع. نعم، ننطلق على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة 11. وكالعادة معنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه أتبعه ستا. ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم، ونحن أمة محمد إن شاء الله من رقي إلى رقي. في مبادرتنا مبادرة تدريب مليون معلم ومدرب خبير مايكروسوفت مع أمير وهيديا. نرجو من الجميع، كل من التحق بنا، غلق المايك والكاميرا، الالتزام بأهداف اللقاء، التفاعل مع الأنشطة والتفاعل مع المدرب. وكالعادة معنا خيرة المدربين إن شاء الله في هذه المبادرة المباركة. اليوم إذن ورقة تدريبية بعنوان: حساسية الضوء تأثيرها على صعوبات القراءة وتشوه الكتابة، متلازمة إيرلين. إذن مع الدكتور عبد الباسط عباس محمد. هو إذن دكتور في الصحة النفسية، تربية خاصة، ماجستير بعنوان فاعلية التدخل المبكر في خفض وعلاج اضطرابات التخاطب والنطق والكلام لتحقيق عملية الدمج لدى الأفراد المعاقين ذهنيا القابلين طبعا للتعلم. الدكتوراه بعنوان فاعلية برنامج سلوكي في تنمية بعض السلوك التكيف أطفال التوحد. طبعا هنا التليفون وكيفية التواصل مع الدكتور إن شاء الله. إذن الدكتور عبد الباسط هو رئيس مجلس أمناء معهد النور المكفوفين بقناة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابنك للتنمية والفئات الخاصة، عضو بمنتدى شمال إفريقيا للتربية الدامجة بالمغرب، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمسنين بمصر، عضو مجلس أمناء مؤسسة تأهيل المعاقين بقناة، الإشراف على حضانات كندر بالمؤسسة تمهيدي وكي جي 1 كي جي 2 وفصول الغد المشرق ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والشلل الدماغي، عضو بالاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس، عضو الشبكة العربية للتأهيل المجتمعي بمصر، عضو بالشبكة الإفريقية للتأهيل المجتمعي، وعضو بالاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس. استشاري للاتحاد نعم، العام. هو استشاري إذن الاتحاد العام لرعاية الطفولة العالمي، استشاري مدرب مهني كامبريدج انترناشونال، استشاري لجمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتقدم ادفانس بالقاهرة، مدرب ومشرف دبلومات مهنية ودورات معتمد من جامعة عين شمس، محاضر دراسات عليا كلية التربية جامعة أسيوط، مدرب بمركز الاحتياجات الخاصة تابع كلية آداب جامعة جنوب الوادي، فحص إيرلين معتمد، الحساسية الضوئية وصعوبات القراءة، عضو منظمة الإرادة بلا حدود بتونس ومسؤول بمصر، عضو لجان النادي العربي بقطر وعديد من الأكاديميات بالمغرب والجزائر. المهام طبعا مدير عام إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين، مدير تنفيذي لمؤسسة التأهيل الاجتماعي للمعاقين، منسق لجنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة بقناة، تدريبات ومؤتمرات للإعاقة داخل مصر 67 مؤتمر، خارج مصر 29، السودان، تونس، المغرب، لبنان، السعودية، الجزائر، اليمن، الإمارات، الكويت، تقريبا في كل الدول العربية. الدكتور عبد الباسط موجود، وبحظ ومن حظ هذه الفئات الخاصة تواجد مثل هذه الكوادر. حضرتك أستاذة هادي، هنمرر عشان معايا.
صوتك قطع. ألو، أغلق. نعم، إذا معلم معتمد في أغلب الفرق ومدرب معتمد في عديد التطبيقات، معلم أيضا خبير مايكروسوفت، صاحبة فريق مهارات القرن 21 وفريق برايم تونس، وأيضا شريك و في مبادرة تدريب مليون معلم ومدرب خبير مايكروسوفت مع أمير وهيديا أستاذة لغات تماما مثل الأستاذ أمير. إذا مع بعض الحمد لله نحن شركاء في أغلب التطبيقات ومتحصلين على أغلب الشارات تي او تي وسفراء لأغلب التطبيقات، والأهم أننا متواجدون معكم في هذه المبادرة من أجل أخذ بيد أغلب أكبر عدد ممكن من المعلمين والمدرسين من أجل الحصول على معلم خبير مايكروسوفت إن شاء الله. فلنرحب من جديد بالدكتور وليتفضل، وحللتم أهلا، نزلتم سهلا دوما في مبادرتنا، مرحبا بالجميع. معانا النهارده ابداع جديد مع الدكتور عبد الباسط، بنقول له شرفتنا، جزاك الله كل خير، والوقت الشير مع حضرتك، وتفضل معانا الان المحاضره وكلنا اذان صاغيه، تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك المعظم، عاده علينا وعلى الأمة الإسلامية بجميع بالخير واليمن. وأهلا بكم في هذه الندوة، وإحنا كلنا بنتعلم من بعض. أنا ما زلت أتعلم وأتعلم من الغير، لأن كلنا نتعلم من بعض. إن شاء الله المحاضرة دي هتكون شيقة، وإن شاء الله حتنول إعجاب الجميع، لأن هي قد تكون أغلب الحاضرين ما عندهمش فكرة عن هذه المتلازمة، ولكن هي لأن هي متلازمة حديثة الوجود في عهدنا. فإحنا لو بصينا على الحساسية الضوئية والأعراض الجسمية المصاحبة لها وصعوبة القراءة وتشوه الكتابة، يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا حساسية الضوء، حساسية الضوء أشعة الشمس الساطعة، النور الساطع في المنازل من الفلورسنت، الوهج بتاع السيارات اللي بيبقى في الشوارع ليلا، برضو وهج الشمس بيبقى في النهار وضوحه، ده بيأثر على إن أنا ما بعرفش، يبقى عندي صعوبة في القراءة وبلاقي الكتابة مشوهة، وده اللي احنا هنستعرضه النهاردة إن شاء الله في اليوم بتاعنا. يعني ايه اعراض جسميه؟ يعني انا احس بالصداع الدائم، يعني انا اميل للغثيان، يعني انا اميل للنوم، يعني الاقي في اوجاع في داخل جسمي يعني بتبدا تألمني من التركيز في القراءه والتركيز في الكتابه. ودي بتبقى المعالجه ليس في النظر، لان النظر لابد ان يكون سليم، حتى لو انا مفصل نظاره نظر لابد ان تكون سليمه أو جديدة أو مفحوصة قريبا، يعني أنا ما عنديش مشكلة في النظر، ولكن هي المشكلة معالجة الإدراك البصري، اللي إن إحنا الإدراك البصري اللي في الدماغ في الخلف هو اللي بيبقى عنده شوية مشاكل، ما بيبقاش يعني المشكلات الخارجية مع الإضاءة مع القراءة ما بتوصل، في بعض حاجات في لمح البصر بتبقى متأخرة فتعمل تشوه معي في الكتابة. فتبقى دي المعالجة بتاعها إما بشفافيات زي ما انتم شايفين على الصور اللي كانت عندكم من ناحيه اليمين فيها النظارات دي، هتلاقي زي الواح الوان، دي اسمها شفافيه، عباره عن بلاستيكه كده فيها كل الالوان والعدسات اللي هي زي بتاعت النظارات، فهي المعالجه بترجع دي. واحنا طبعا مع في تكرار الشهر هنعرف يعني ايه عدسه، يعني ايه شفافيه، يعني ايه اعراض جسم، يعني ازاي بنحس هذه المشاكل. طبعا في بادئ الامر، اجلب اللي وراها يا استاذ، في بادئ الامر ان احنا بنقول ان المشكله ليس في النظر. معنى ايه اللي المشكله ليس في النظر؟ اني انا رحت للطبيب عيون اكتر من مره وكشفت اكتر من مره، ولكن نفس المشكله عندي، غيرت النظاره او نظري لقيته سليم، والمشكله عندي. انما عندما ابدا في القراءه وبالذات على الورق البيضاء والكتابه السوداء، بعد فترة معينة هنشوفها دلوقتي، أبدأ عينيا الزغلل أو أميل للنوم. فإذا المشكلة بنؤكد إن هي ليس في النظر، لأن إحنا بنظلم أولادنا كتير
إن أولادنا بيكونوا متفوقين، بيكون عندهم نسبة ذكاء عالية، ولكن عند التحصيل الدراسي بيبقى بسيط، بيجي يبدأ في القراءة بيتحايل إن هو ما عرفش إيه وجعه، إن هو يعني بيعمل بعض السلوكيات عشان يهرب من الموقف بتاعه، وهو مش قادر يعبر لنا إيه هو اللي شايفه. تاجي أول ما أسكت غير على طول. هنا لو بصينا زي ما احنا بنأكد ان المشكلة هي مشكلة ايه؟ بيسألنا مشكلة ايه؟ حتى بعد اطباء العيون الصوت بعيد بيتعبوا من نعم؟ لا واضح تمام. حتى اطباء العيون بعد ما بيتعبوا في الكشوفات فبيقول لك لا انت روح لدكتور مخ واعصاب، ربما تكون حاجة في المخ النهائي بتأثر تأثير كامل على الجسم. هنا لو لاحظنا انا هعرض بعض الصور بس عشان تبقى ايه، دائما احنا نقول اللي بيسمع بيعرف، اللي بيسمع بيشوف بيدرك، يبقى عنده ادراك اكتر، اللي بيسمع بيشوف وبيشوف الشغل بعينه او بايده بيبقى فاهم، واحنا عايزين نوصل الناس لمرحله الادراك والفهم. لو بصينا للصوره دي هنلاقي الواد بيشاور بايده على الكتابه، يعني مش عارف نفسه هو فين. لو بصينا لنظره ان هو بيدقق على الكتابه، لان احنا في الشرح هنشوف ان الولد لابد ان يحط ايده على الكتابه، لان لو ساب حرف وحب يرجع له ما بيعرفوش. فشوف الصوره بتعبر ان الولد شغال بايده خايف الكلمه تهرب منه وبيدقق النظر في الكتابة. هنا برضو أكد إن المشكلة مش في العين. لو بصينا على صورة العين دي كل شيء كشفوا عليه في بؤرة العين، في القزحية، في الجفون، في العصب، كل الحاجات دي تم الكشف عليها، ولكن إن هي سليمة وما فيهاش أي مشاكل، رغم ذلك إن أنا ما بشوفش الكتابة وما بعرفش أقرأ كويس. هنا برضو صورة إن البنت ما معناها هتتجنن، مش عارفة هي عندها إيه بالظبط، رغم إن هي معاها نظارة ونظارتها سليمة ولكن مش عارفة تكمل باقي قرايتها. هل احنا بنأكد ان ايه هو الصعوبة في الادراك الحسي بتاع البصر ده؟ ان انا بتبقى عندي صعوبة في فهم المعلومة اللي انا بقراها اللي هي داخلها لي على العين، بقرأ السطر مرة واثنين وثلاثة لكن انا مش فاهم ايه معنى المعلومة دي. برضو بتختلف من رؤية الى رؤية، ازاي انا افسر المعلومة من خلال الدماغ؟ لاني طبعا انتم عارفين انا باجي اقرأ ده مسير، المسير بيدخل في النظر، النظر بيرجع العصب للإدراك البصري، الإدراك البصري بيرجع على الدماغ وبيديها تفسير إن القراءة كذا وكذا. فهنا في مشكلة في المعلومة اللي رايحة للدماغ عشان خاطر تديني الاستجابة بتاعت القراءة. هنا ازاي اكتشفنا الموضوع بتاع ايرلين ويعني هي ايرلين؟ ايرلين دي عباره عن باحثه امريكيه عملت بحث وصممته زي ما انتم شايفين على 1500 شخص، الكلام ده اجرته من 80 لسنه 83. وطبعا عملته في مؤتمر كان في علم النفس، واثبتت ان هناك علاقه بين الضوء وبين مشكله القراءه وبين تشوه الكتابه. اتعرف في مصر عندنا في 2014، اتعرف في بعض الدول العربية زي المملكة الأردنية الهشيرية قبل من مصر، لأن اللي دخلته مصر كانت الأستاذة الفضيلة أستاذة رشا، كان لديه ابن عنده هذه المشكلة، فلما هي شافت على السوشيال ميديا أن هناك متلازمة تسمى كذا وتنطبق على ابنها، فحبت تتصل بمركز إيرلين بأمريكا، فأفادوها أني في الوطن العربي في المملكة الأردنية الهاشمية ممكن تروحي وتعملي فحص، وممكن تيجي أمريكا تاخدي الدورة وتبقي مسؤولة عن مصر، تدي تدريبات في مصر وتنشري هذا المتلازمة. فهي فعلا عملت كده وبدأت بال 2014،
كل كام شهر تعمل دورة تدريبية. دورة تدريبية بيبقى فيها 3-4 أفراد، وهو حاليا أغلبية الوطن العربي لديه في كل بلد فاحص إيرلين معتمد من المركز بتاع أمريكا ومعه شهاداته، وهو عبارة عن بتبقى زي باكج، زي شنطة زي بتاعة مقياس الذكاء مثلا. الشنطة دي بتبقى فيها مقومات الفحص. أنا أولا لما باجي أعرف إن هناك عرض أو هناك أحد أولياء الأمور بيحكي إن ابنه لديه بعض هذه الصفات، ففي حاجة اسمها الاختبار الذاتي. الاختبار الذاتي ده مبدئي عبارة عن 5 مجالات، كل مجال لديه سين وجيم بنعم أو لا، عن الإدراك، عن البصر، عن القراءة، عن الكتابة. فأنا كل ما أجاوب بثلاثة نعم يبقى أنا عندي هذه الحساسية. فبنعرف أني بعد الاختبار الذاتي ده أني الشخص ده قد يكون معرض لهذه الحساسية. فبعد كده أبدأ فحوصات تانية في الشنطة، حاجة اسمها اختبار إدراكي، وبعد كده عندي شوية أسئلة وشوية معلومات بسأل المفحوص، وبجيب زي ما احنا هنشوف دلوقتي الشفافيات. بحط الشفافية على الأول مثلا، بيجي على الصفحة يقرأ، الجمع بيقرأش كويس، بيقرأ بطيء، بيقرأ مكسر، فبحط الشفافية على نص الأبيض. فكل واحد لديه فروق فرضية، كل واحد له لون مميز. هذا اللون المميز عندما يأتي للفرد اللون اللي ريح دماغه وتظهر عنده كتابة، فبيحكي إن هذا اللون أنا مريحني وبدأت أقرأ عليه. اللون ده بيبقى في ناحية شفافة وناحية لمعة وناحية مطفية حسب النوع. كمان حنشوف في الفحص إن أنا ممكن أديله لونين زي بعض أو لونين مختلفين حسب الحالة اللي هو بتاعته. وللأسف هذه الشفافيات بتيجي من أمريكا. حتى النظارات ممكن تتعمل النظارة كمقياس في البلد اللي أنت فيه، ولكن بتأتي من أمريكا المقياس. لو أنت لابسة نظارة نظر ممكن يجي المقياس أو اللون على نفس نظارة النظر. أنا طبعاً بنأكد أن الاضطراب البصري هو مشكلة في الدماغ وليس في مشكلة في العين زي ما أنتم شايفين هذه الصورة. أجل أستاذي. أيوة. أنا بتوضح الصورة، أنت ولد المتلازمة، أن لما بيجي يقرأ على الحاسوب بتحصل له الحاجات دي، وأن هو ممكن يتعادى الحاسوب في حاجات هنقولها، لإما يحط الشفافية لإما يكون لابس النظارة، وإحنا قلنا هي هي المتلازمة. الشريحة اللي وراها بنقول لك إيه هي الأسباب، إيه الأسباب بتاعت إيرلين. طبعاً إيرلين متلازمة زي أي متلازمات لها أسباب، أسباب وراثية أو أسباب بيئية. هي أغلبها بتبقى أسباب وراثية، بيبقى في استعداد وراثي في العائلة، وهي بتؤثر على الذكور، على الناس، على أي حد تأثير واحد. زي ما أنتم شايفين الصورة، أدي عيلة من فوق، العيلة كلهم لابسين نظارات ولكن تختلف الألوان حسب الإدراك بتاعهم. لأن أنا مثلا أديكم مثال بسيط، أن الضوء ده فيه قوس قزح، قوس قزح في كذا لون. عند أنا الضوء لما بيدخل لي المسير داخل الدماغ بيبقى لون من الألوان دي في ذرات ما بيوصلش، فبيديني تشوه. عشان كده أنا لما بعمل فحص بدي اللون البديل لهذا اللون. لو الحاجة الثانية، النظارة دي اللي انتوا شايفينها ملونة سواء أسود أو أزرق أو أحمر، أنا لما ألبسها نظارة الشمس اللي أنا بلبسها بشوف الدنيا بلون نظارة الشمس. لو أنا لابس نظارة سوداء أو زرقاء أو أي لون بشوف الطقس أو الجو أو الدنيا بنفس لون النظارة. لكن نظارة إيرلين لا، مهما يكون اللون بتاعها بتشوف الدنيا بطبيعتها البيضاء. ليه؟ لأن اللون ده امتصته الدماغ وداكي الحياة والبيئة بطبيعتها. وبتبقى برضو في أسباب بيئية اللي هي طبعا بتبقى في إصابات، وبالذات زي الإصابة في الرأس اللي بيحصل له تربلة في الدماغ أو بيحصل له حاجة، فدي حنشوف فيها النسبة بتاعتهم كم في المية اللي بيحصل. نعم. هنا بقى إزاي نعرف العرض اللي عندي أنا خفيف أو مختلف. هنا بتظهر هذه الأعراض إذا أنا بدأت في القراءة على صفحة البيضاء والكتابة السوداء بالذات، وبدأت أقرأ
معايا لغاية 60 دقيقة يعني ساعة وأكثر، يبقى أنا الموضوع لو عندي يبقى موضوع عندي خفيف، والخفيف ده ممكن يعني ما يأثرش معاي، لأن ما إحنا حتى العرب عموما إحنا مش قرائين للدرجة اللي نقعد ساعة واثنين بنقرأ، إلا القرائين الموهوبين اللي بيبقى شغال على الحاسوب، اللي بيبقى بيحضر دراسات، اللي شغلات القراءة هو اللي بيحس بالفترة دي. لكن لو أنا عندي 30 ساعة وظهرت علي هذه الأعراض اللي إحنا هي بنقول عليها الصداع والغثيان والميل للنوم ووجع في الجسم، هنشوف دلوقتي خريطة كاملة لوجع الجسم، فتبقى عندي الموضوع متوسط. المتوسط ده لو أنا ريحت مثلا دماغي شوية أو غيرت المول اللي أنا فيه ورجعت تاني هتبقى العملية طبيعية، أو ممكن بشفافية تؤدي الأمور. ولكن آخر حاجة شديدة إلى 20 دقيقة، بعد 20 دقيقة يعني بعد تلت ساعة لو بدأت ظهرت علي الأعراض، يبقى إذن أنا عندي المتلازمة شديدة، لابد إني أبدأ فحص، ولابد إني أستعمل ممكن مؤقتا الشفافيات، ولابد إني المهم أعمل نظارة عشان قادر تغير الحياة معي. فهنا عندنا عرفنا إن في ثلاث مستويات، خفيف ومتوسط وثقيل. هنا برضو الأعراض المتنوعة اللي أنا بحس بها أكثر، لأني حتى في الفحص أول ما ببدأ بالفحص وأشوف الولد القراءة بتاعته غير فعالة، غير فعالة زي ما احنا قلنا مهما أقرأ ما بفهمش معنى العبارة، بقرأ ببطء، أجي الحرف أو الكلمة أقولها حرف حرف يدوب أقدر أطلعها فبطيء، ما عنديش تركيز، بيبقى عندي قلة تركيز خالص، بيبقى عندي الضغط والإجهاد، الضغط والإجهاد اللي احنا حكينا عليه اللي يحصل لي صداع ويحصل لي وجع في الجسم وحاسس نفسي أنا متعب، ضعف في إدراك الأبعاد. دي مهمة جدا لأغلبية الأولاد وأغلبية الناس، ودي اللي حتدخلنا برضو في مجال التربية الخاصة زي التوحد أو التشتت أو غيره. يعني إيه ضعف في الأبعاد؟ ضعف في الأبعاد إني أنا التآزر البصري بتاعي ما بيقدرش يديني البعد، يعني أنا مثلا عندي كرسي وعندي طاولة طرابيزة، فأنا عايز أعدي بين الكرسي والطاولة، مخي ما جيش البعد المسافة اللي بينهم، فأنا وداخل وسطيهم لابد أن أنا أصد في الكرسي أو أصد في الطاولة. الأهم كمان زي الدرج السلالي من تونس لو طالعة، أن في أولاد بيخاف ما يطلع السلم أو ينزل لازم يمسك الدرابزين أو يمسك حد، ليه؟ لأني الإدراك البصري بتاعه ما جايبش بعد الدرجة من الدرجة السلمة من السلمة عشان يرفع رجله وتيجي على السلمة الأخرى، هنا لأما بتبقى زيادة أو نقصان، فالزيادة أو النقصان بتأدي أن الولد يوقع أو الولد يخاف ما يطلع السلم لأن هو البعد مش مزبوط معه. هنا بتثبت أن هناك أبحاث تحسنت عليها عدد كبير بسبب استخدام العدسات بتاعت إيرلين في هذا المجال. اللي عنده مشاكل في اللغة وصل إلى 70 و74، اللي عنده مشاكل في السياقة لأن في ناس بتسوق بالليل بتخاف من ضي السيارات اللي قدامها فبيعمل لها كربلة في الدماغ فبتخاف إنه هو يعمل حادث فبيبطل هذه السياقة، لكن لو لبس النظارة مش هتأثر مع هذه الأفواج فتحسنوا 87%. اللي عنده مشكلة في التهجؤ 67%. اللي بينسخ في الكتابة كان بينسخ غلط أو ممكن يكتب من أول السطر ينزل لآخر السطر، لا بدأ يكتب على السطر الحقيقي. حتى في النوت الموسيقية برضو اللي عنده مشاكل في النوت الموسيقية تحسن من 78. الإجهاد اللي بيبقى عنده صداع والغثيان والتعب تحسن لنسبة 75%. الانتباه والتركيز تحسن. الصداع اللي بيبقى دائم صداع نصفي تحسن 84%. اللي عنده قراءة كل هذه المشاكل أثبتت الأبحاث اللي اتعملت النجاح بتاعها. اللي بيحفزنا إن العرض يظهر عندنا بسرعة اللي أنا بشوفه عشان خاطر أحس بهذا العرض، طبعاً أنا عندي بيئة، أجلب أستاذي، عندي بيئة مليانة بالضوضاء الإنارة زي ممر مدارات زي المولات زي الحاجات دي، فكل الأنوار دي بتعمل عندي تحفيز إني الإدراك البصري بتاعي
يبدأ يحصل له تغيرات مع المسير اللي هو جايله. زي ما قلت لكم الإضاءة الفلوسين، الإضاءة السطعة في البيوت، إن في واحد يبقى مثلا في الحجرة في الغرفة عامله لمبتين ثلاثة، فبتأثر تأثير جامد على هذه الأولاد. الوهج زي ما أنا حكيت، وهج السيارات، لما تشوف الصورة دي شوف السيارات عاملة إيه بالليل، أو وهج الشمس وسط العمارات، فده برضو بيحفزني، أو معنى كلمة تحفيز إن بدي تسريع لهذا الإدراك. هنا برضو دي مهمة جدا، اللي هي الألوان الفاقعة، الألوان اللامعة، الألوان الزاهية. هذه الألوان بتدي تحفيز لأن الإدراك البصري يبدأ في اللخبطة. ودايما إحنا في الحتة دي بالنسبة لأخصائيين التربية الخاصة، فبنقول لهم خلي بالكم من أثناء الجلسة أنت وشغال، حط في اعتبارك أن هذا الولد اللي قدامك لديه اضطراب في الحواس، اضطراب في الحواس، وكل الحواس السبعة أو الثمانية منهم الإدراك الحاسة البصرية، أن أنت لو لابس ملابس فاقعة اللون، الواد في الجلسة معاك مش هيبقى معاك، لأن هتعمل له هيبرة هذه الألوان وهتعمل له تشتت، سواء الألوان دي أو الألوان اللي احنا هنشوفها دلوقتي من غرشة. فدائما بننصح أن البعد عن لبس هذه الألوان. هنا برضو التباين، التباين ده بيأثر، يعني كل منا دلوقتي لو شاف صورة من الصورة دي هيطلعها بشكل موضوع تاني، لأن في تباين بين الأبيض والأسود. يعني لو بصينا على الناحية دي، في واحد هيقول لك دي صورة كاس، واحد هيقول لك دي صورة وجهين، فكل واحد مننا هيفسرها بتفسير تاني. الخطوط التانية قد تكون باينة عند واحد بعيدة وباينة عند واحد صغير، فدي برضو الحاجات البنط العريض دي، فبتأثر على سرعة تحفيز الإدراك. دي الخطوط برضو احنا قلنا عليها زي الخطوط الزاهية، ان برضو هذه الألوان دي بتعمل تحفيز للمتلازمة. التفاصيل دي برضو في لازم تلبس تفاصيل زي كده، دي بتأثر برضو على الدماغ، فدي من المحفزات. نيجي هنا بقى في الصورة دي، الصورة دي مع الفيلم اللي هنشوفوه هتوضح أكتر. هنا بتدي معنى إزاي تظهر عندي هذه المتلازمة. أنا عندي صورة كتاب فوق، يعني الشخص من هنا جاء بدأ يفتح الكتاب عشان خاطر يذاكر، عشان خاطر يتصفح، عشان خاطر يقرأ. فبتبدأ في بادئ الأمر، لو بصينا في الصورة الكبيرة، أني من تحت الحروف ظاهرة، نطلع شوية فوق بدأت الحروف تتغير شوية أو تبوش شوية، بدأت فوق خالص تلاشت ما شايفش حاجة. عند التلاشي ده تبدأ بقى أن الولد دايما يشكي بالصداع أو تلاقيه نايم على الكتاب. دي الصورة دي معبرة، ولذلك احنا دلوقتي في موسم رمضان كلنا بنقرأ في القرآن الكريم. في مصاحف من القرآن الكريم مش كلها زي بعض في الأرضية بتاعتها، في مصاحف قد تكون القديمة الزمنية بتبقى الأرضية بيضاء. الأرضية البيضاء دي أي واحد اللي عنده متلازمة أو عنده استعداد، بمجرد ما يجي يقرأ آية آيتين أو صورة أو صفحة تلاقي مش قادر يكمل. وهناك مصاحف أخرى أي لما أرضيتها زرقاء، أرضيتها ميلة على الحمار، أرضيتها ميلة على الصفار، يعني الأرضية البيضاء مختلفة. ففي ناس بتحب مصاحف معينة يقرأ على أرضية زرقاء أو أرضية خضراء أو كذا، يبدأ يقرأ في المصحف ما يتعبش. هنا صورة من الصور اللي هو الولد بيشوف فيها الكتابة قدامه عاملة إيه، وده الفيلم هيوضح أكتر معانا. هنا برضو لما يبقى الخط العريض أو البنط العريض وبيحصل فروق برضو بيأثر على القراءة والكتابة. هنا الانتباه بقى، بتلاقي الفرد منا في بادئ الأمر لو شفنا الساعة بتدي بعد الخمس دقايق، أن الولد بيبقى منتبه في الأول، والمدرس مثلا شغال على الحاسوب، شغال على السبورة، دلوقتي في سبورات ضوئية، بيبقى منتبه. لكن حدين ما بدأت
الحافز يشتغل والإضاءة تبقى زيادة عليه والدماغ بتاعته بدأت تتلاشى، تبص ورا تلاقيه التركيز بتاعه ما بدأش يستمر، أداؤه ضعيف ومش مركز خالص ولا شايفش الأستاذ أو المدرس أو بيعمل إيه بالظبط. أنا برضو لو إحنا شفنا الحاجات اللي بتبقى الأنشطة اللي بتبقى مجهدة علينا، إن أنا بنسخ، إن أنا بقرأ، إن أنا بشتغل على الكمبيوتر، بشوف أفلام كتير، بتبقى أنشطة بصرية، فدائما تلاقي الواحد كل شوية جسمه يوجع، يقعد يتمطع، يعمل في إيديه، يقرب عينه للنظارة، فده كله إجهاد، فلا بد إن إحنا نبعد عن هذا إلى جانب. هلا بقى في كل أعضاء الجسم اللي بتأثر عليهم حساسية الضوء. لو بصينا لصورة الإنسان وشوف الأعصاب ماشية إزاي والعروق ماشية إزاي، إن أنا بحس بالصداع، شد في الرقبة أو في الظهر، أكتافي بتوجعني، بيحصل لي غثيان، بيبقى عندي خلل في الدماغ، عينيا بتوجعني أو أعرق فيها أو في نزل إنها بتدمع، حتى التنفس بتاعي بحس بإجهاد، التعاظر بتاعي زي ما قلت في الأبعاد ما جايباش معاي. هنا في تأثير وظيفي وفي تأثير على السلوك، بيبقى في فرط حركة، بيبقى في إدراك الأبعاد اللي تكلمنا عليه، حتى مشاكل النوم، عدم التوازن، وبتأثر على جهاز المناعة. كل الحاجات دي بتأثر عليها، لأن طول ما المخ حصل عنده تغيير بيأثر على أعضاء الجسم كله. هنا برضو بنأكد أن المتلازمة ليست في العين، ان في واحد يقول لك ما اروح للدكتور والبس نظاره ومش عارفين هترتاح المشكله، ماشي، هيروح للدكتور ويعمل النظاره وبعد كده هيقول لك نفس المشكله عنده. احنا بنتكلم على ان لابد ان تكون المشكله قائمه رغم ان النظر سليم وكون رحت اكثر من مره، ولابد ان عندي بدء القراءه يحصل يبقى نظر سليم ويحصل عندي التغيرات في الجسم اللي هو الصداع والغثيان والميلوم والى هكذا. هنا برضو التشخيص، على زي ما قلنا توي حكينا ان مثلا الطبيب او العيود او الآلة التشخيص بتاعتهم، لكن التشخيص بتاعنا الشنطة اللي انا حكيت لكم معلوم في الاول، ان احنا عندنا عبارة عن شنطة فيها بعض اختبارات، بعد هذه الاختبارات بنعرف ان انت محتاج لون كذا سواء لامع او مطفي وبدرجة كذا، او محتاج نظارة في الأهم، وبعد الفحص بتطلع التقرير على هذا الفحص وعلى هذا التقرير. هنا زي ما انتم شايفين هذه قراءة خاطئة بيعملوها الأولاد بالذات في ضي الشمس. دي بقى العدسات اللي هي اللي بعدها، اللي هي بنعمل عليها تجربة في العيون. دي بتروح عند المسؤول اللي هو المسؤول في إيرلند في مصر أو في عمان أو في السعودية أو في أي بلد أو في تونس أو البلد اللي عندها، فبيبقى عنده شنطة من هذه النظارات، فبيحط عدسة عدسة على ألوان لغاية ما يوصل على لون معين، واللون المعين بيقعد معه يوم واثنين ويبدأ يمشي في الشارع ويشوف تغير البيئة ويشوف الحياة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. دي كل العدسات بكل الألوان، النظارات برضو كل الألوان. وبذكركم ان هذا اللون لو انا لابسه بشوف الدنيا بطبيعتها البيضاء. ادي الولد بيجربوا له العدسات لغاية ما يقول أنا شايف وأنا بقرأ وأنا كده، هين بقرأ رقم واحد، بتظهر إن الولد بدل ما كان يقرأ بطيء بيقرأ سريع جدا. دي أول حاجة في علامات النجاح بنشوفها بعد الفحص، القراءة السريعة، والحاجة الثانية إن هو بيقرأ لو توقف يعرف يرجع تاني. دي الشفافيات اللي احنا بنقول عليها بألوانها. هنا بقى اللي عنده المتلازمة زي ما قلت، احنا لما نيجي بنختبر بتبقى عند جميع الألوان دي موجودة، وهذه الألوان الموجودة بحط اللون على الكتابة، نصها بيظهر الأبيض ونصها بيظهر اللون اللي تحت منه الشفافية. إذا ظهرت الكتابة زي ما انتم شايفين وبدأ يقرأ الولد قراءة كويسة وسليمة وبدأ ما يتهجاش يعني طبيعي ويوقف، فعرفنا ان هذه الشفافية هي اللي هتنفع معاه. نأكد تاني بنجيب نفس اللون ده اتنين ورا بعض، ربما كلما تكون أثقل يبقى أحسن وهكذا.
ماشي. الصورة دي بتوضح ان اللي بتحصل عنده الحاجات في القراءة كده اللي شايفها مغبشة، لأما هيلبس نظارة لأما الشفافية عشان ترجع الحياة. هنا الألوان، يعني إحنا في مصر حاليا في قانون الدمج دخلت هذه المتلازمة للأولاد اللي يثبت إن عندهم متلازمة إرلين، إني ولو معهوش نظارة ومعهوش شفافية لأما يتعمل له الامتحان على ورق يعادل اللون اللي ريحه، والإجابة على ورق يعادل اللون اللي ريحه. وانت لو لاحظتوا ان الولد اللون اللي بيريحه بيبدأ يكتب على السطر، انما اللون ده لو مش بيريحه او ابيض هتلاقيه كلمة فوق وكلمة تحت وهكذا، ما عارفش يزبط نفسه في الكتابة. فهذه الألوان دي حتى في الاختبارات احنا بنيجي نكتب للولد على اللون كتابه ونقول له اقراها، او نقول له النبي خد اكتب لي العبارة دي، فبيبان العبارة إن كتبها صح أو كتبها غلط. هنا بقى إيه هي الفئات اللي نقدر نحكم عليها إن قد تكون السبب الأولي والرئيسي حساسية الضوء وليس المشكلة اللي عنده. لو بدأنا زي ما احنا قلنا صعوبات القراءة ومشكلة الكتابة، هنا 46% من اللي لديهم صعوبات تعلم، 46 قد يكون حساسية الضوء أو متلازمة إرلين هي سبب الصعوبات وليس صعوبات تعلم اللي عنده الإنمائية والأكاديمية والتركيز والانتباه والكلام ده كله. إن لو تعالج بشفافيات إرلين هتنتهي منه هذه الصعوبات. فإذا نسبة كبيرة 46% يعني معادلة النص. زي ما قلنا في الأسباب البيئية اللي بيبقى عنده إصابة في الرأس أو صدمة أو كلام زي ده، 35% منهم قد يصابوا بمتلازمة إرلين بعد إصابة الرأس. اللي عنده فرط حركة، اللي عنده الديسليسكيا بتاع الصوت والكلام، عنده مشاكل سلوكية، 33% منهم قد تكون حساسية الضوء هي سبب المشكلة، وهو ما عندوش تشتت وما عندوش لو تعالج بهذه الشفافيات. أولاد التوحد 30% منهم، وطبعا هنا نوقف كلمة توحد، إنه في ناس يقول لك يعني إزاي توحد وإزاي ما بيتكلمش وإزاي وإزاي. لا، إحنا هنا بنتكلم التوحد نوعين، هناك توحد اللي هو غير ناطق وتوحد ناطق. هنا على التوحد الناطق، التوحد الناطق يعني بيقرأ، يعني عبقري، يعني ذكي، يعني عنده نسبة ذكاء، وقد تكون في إشكاليات بتأثر معه أكثر من هذه الحساسية. عامة الناس كلنا 14% من عامة الناس عندهم، وبالذات زي ما أنا قلت الموهوب القراء الجيدين، الناس اللي بتقرأ كتير وموهوبين هو اللي ممكن تظهر عليهم، لأن أي حد فينا ما بيقراش 5 دقائق أو يعلم له ورقة الموظف يمضي عليها ما بيقعدش كتير في القراءة، فعشان كده ما بتأثرش عليه. عشان كده احنا دايما بنقول حتى في التربية الخاصة معنا أن المفروض الولد اللي يجي الأول متقدم لديه مشكلة لأحد المراكز، لابد إني أدخل فحص متلازمة إرلين مع الاختبارات. يعني إحنا دائما بنقول بنعمل تقييم للولد أو تشخيص للولد، للغة، للكلام، للحركة، للتوحد، للكلام ده كله، بعمله تشخيص. ما في تشخيصين تاني مهمين ومن ضمنهم داخل وسطيهم متلازمة إرلين. هناك تشخيص للاضطرابات الحسية، قد تكون الولد عنده اضطراب في السمع، في البصر، في الشم، في التذوق، في البصر اللي هو يعادل هذه الحساسية، قد تكون هي مؤثرة عليه في هذه الحساسية. انت صرحت بس انا برضو حاجيب المظاهر المختلفة دي، معلش ما انا كلمة المظاهر المختلفة دي، اذا كانت صعوبات تعلم، اذا كانت الضعف، ده كله تكلمنا عليه احنا. يعني من المظاهر ان بيبقى الولد قراءة غير فعالة، عنده ضغط، عنده صداع، بتاع السلوكيات، عنده قلق، الكلام ده كله بيحصل مع الولد لو أنا ظهرت عليه وأنا عارف الولد، رغم ذلك إنه هو مجتهد وكويس ونسبة ذكائه عالية. هنا برضو في فئات أخرى كتير قد يعني تصاحب مع الأعراض، ودي برضو لما احنا شفنا بتاع الجسم اتكلمنا عليه، إن الجسم بيبقى عنده أغلبية الأعصاب
وفي حاجات منهم بتبقى عندهم زي الشلل الدماغي، زي التصلب المتعقد، زي الشلل الحبل الشوكي الرعاشي. كل الحاجات دي قد تكون مع هذا المرض مصاحب لمتلازمة الرئة. عشان كده بنقول احنا عايزين نحط وسط فحوصاتنا مع اولادنا هذا الاختبار، لان هيساعد معانا على حاجات كتير. هنا ازاي بتأثر المتلازمة على الادرار؟ دي صورة مخ. النقط البيضاء دي كمية دم كثيرة في الدماغ، فبتعملها تصدع، بتعملها غثيان، بتعملها ميل النوم، بتعمل إجهاد. وحنشوف في الشفافيات اللي بعد منها هتبقى أوضح. هنا الولد دايما بيبقى فيه تشوه في البيئة، يعني هو لو عنده المتلازمة وماشي في الشارع بيلاقي الأشياء بغير طبيعتها، الشجرة ميلة، السيارة ميلة. احنا هنا لو بصينا في سيارة ملاكي، لو هو من غير النظار يعني بصصها من تحت النظارة، فيلاقي العربية شبه مرتفعة أو شبه ماشي بميلان، لكن لما يلبس النظارة هي والتوبيس فبيلقاها إيه مستوية. ولذلك احنا في بعض حاجات لما تعملت نظارات الأولاد أول ما شاف أمه يعني مامته يقول لها الله دي ماما شكلها متغير، لأن الأول كان يشوف وشها دايش ما عليهوش العلامات الأساسية. هنا في حاجات شعب يقول لك يعني هو في فرق بين صوت القرآن ساز مدرن، في فرق، وبالذات اللي دي سليكة، لأني اختصار الكلمتين اللي هقولهم دول ان احنا بنقول متلازمة إيرلين الإدراك البصري ونظري سليم، ولابد أن يكون مصاحب بعرض في الجسم. لكن صعوبات التعلم دي بيبقى عندي مشكلة في الصوت، عندي مشكلة في الكلام، عندي مشكلة في التعلسم، عندي مشكلة في بعض الحروف. يعني هنا بيقول لك صعوبة التعلم المسؤول عنها الفص الدماغي اللي في الأيسر، وبعدين زي الديسليكة تتطلب مهارات قرائية يعني قراءة يعني أصوات. أما إيرلين القشرة متلازمة إيرلين هي في القشرة الدماغية يعني داخل الدماغ هي مشكلتها، وبتتطلب استخدام الشفافيات ولتعديل وظائف الدماغ من التشوهات. هنا برضو السليكة أو صعوبات القراءة عموما بتبقى مشكلتها زي ما قلت في الحروف وفي الصوت وفي الكلام، وبتبقى عجز في بعض المقاطع الصوتية. لكن إيرلين بتبقى عكسها خالص، أني برضو بنركز عليها أن هي في الدماغ، وأن هي بتأثر مع المحفزات الضوئية اللي احنا حكينا عليها. أنا ما شاء الله الواد فرحان في أول يوم بالمدرسة، الاثنين لبسوا نظارات إيرلين صفحة بعدها ومبسوطين، وعلامات الفرح عليهم ان هم بدأ يشوفوا الحياة بطبيعة تانية. الصورة دي على مهد الحياة، البنت اللي قدامي دي كان عندها مشاكل، خاف ما تطلع وتنزل السلم وتمشي في الشارع لوحدها، كل ما تروح تمتحن لوظيفة ما بتعرفش تكمل الامتحان، لان الامتحان بيجي مثلا لو من 10 اسئلة 3 اسئلة اولانيين يبقى مجاوبين فيهم تمام زي أي طالب في المدرسة، باقي الأسئلة لما بتبوش الكتابة معاه وما بيعرفش يقراها فطبعا ما بيجيبش فيها نتيجة. فاحنا كنا عايزين، أنا كنت عشان الأساس في التضامن الاجتماعي، كنا عايزين ندخل هذه المتلازمة مع التضامن الاجتماعي عشان حتى يصرفوا لهم، في بيصرف معاش، في بيبقى لهم أولوية وكلام زي ده. فأنا بعمل حديث مع البنت وبقول لها لو أنا خدت منك النظارة اللي أنت لابساها دلوقتي دي إيه شعورك؟ فقالت شعوري كأنني أخذت روحي، أنت كده أنا كنت ميتة وحيد بالنظار، فأنت لو أخذت النظار يبقى أنا حموت تاني، لأني أنا كنت ما أعرفش حاجات دي كلها كانت بتجيها. تطلب النظارة دي السودة، أنت شايفاني أنا إيه؟ وشايفة الضي اللي قدامك والناس، هل على سمار شوية؟ قالت لي لا، أنا شايفاك زي ما أنت قاعد من غير نظارة، وزي كأن أنا من غير نظارة، اللون الطبيعي بتاع البيئة، اللون الأبيض العادي، إنما النظارة السوداء دي هي شكلها بس سوداء، لكن السواد ده ما بشوفوش قدامي. وفوه فعلا، لأن اللون الأسود أو إذا كان عسلي هو شوية مش أسود بيتاخد في الدماغ وبيديها الاستجابة البصرية استجابة بيضاء. خلي الفيلم بعد ما خلص ماشي؟ إن شاء الله. أوكي هي حاجة بسيطة يعني، حاضر. بس عشان يبقى المستمع
شايف اللي هنا الواد برضه هو مبسوط بالنظارة وبيقرأ ما معناه حتى شكل الوش وعلامات الجسد اللي عليه بتوعي ذلك. دي احنا يعني توصلنا لها عشان بس ما ناخدش الوقت، يعني ازاي بفحص الشفافيات. انا بس يهمني دي برضه صورة تانية ملونة لخلايا المخ، في اللي ورا منها اوضح شوية، حتى الصورة اللي بعديه اللي وراها اللي وراها بس هي دي هي دي. هنا بقى A و B، هنا ايه اللي عنده إيرلين، في اللي ما عندهوش او تعالج بشفافية إيرلين. كمية الدم اللي احنا شايفينها دي في الدماغ لما الواحد بيجي يبدأ يقرأ ويحصل له ان هو ما شايفش، عايز يعمل مجهود، مجهود للنظر عشان يبص اكتر للقراءة، هذا المجهود ده بيخلي كمية الدم تروح للدماغ اكتر عشان خاطر تبدأ تشوف. كمية الدماغ دي هي اللي بتعمل الصداع وبتعمل وجع الجسم. وفي مقالة كويسة أنا يعني سمعتها من أكثر الأطباء، وده كلام طبيب يعني رجل محترم وفاهم، وفعلا وضح لنا هذه، ارجع تاني يا أستاذ، وضح لنا هذه المعلومة. المعلومة دي إزاي؟ إني كلنا إحنا لدينا من 4.5 إلى 6 لتر دم داخل جسمنا، كل إنسان مننا طبعا لدينا فروخ فرضية، لدينا من 4.5 أو 6 دم داخل جسمنا. هناك لتر ونص يسمى لتر الرحال، لتر ونص الرحال. يعني رحال يعني بيذهب للمكان اللي عايز مجهود أكتر، زي مكان مثلا بيقولونا ما تنزلش تعوم سباحة وانت واكل، لأن أنا كلت دلوقتي فكمية الدم المعدة عايزة مجهود، كمية الدم زاحة زيادة للمعدة عشان تهضم الأكل. عقوبة ننزل السباحة العضلات عايزة كمية دم، أتعب بسرعة في السباحة لأن مفيش دم رايح للعضلات يغذيها. هنا نفس القصة، كمية الدم لما بتروح للدماغ بتعمل تب وبتعمل تعب للدماغ عشان خاطر عايزاها تبدأ تخرج. الصورة دي نفس الصورة دكة، بس دي عبارة عن صورة قديمة. الأبيض معناها إن ده عنده إيرلين وعنده كمية دم أكتر، ده ما عندهش إيرلين. هنا الدماغ بتبقى احنا عايزين بالعدسات تكون الدماغ اهدى. هنا نفس الاستبيان والصعوبات، الكلام ده احنا حكيناه قبل كده، اللي هو البعد عن قراءة السطور، كل الكلام ده احنا حكيناه قبل كده. فكده انت ممكن سيادتك تعرض الفيلم، اعرض الفيلم من الحاجات دي كلها كانت مكررة يعني. بحاضر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح حضرتك؟ لما انت عرض الفيلم هتشوف المشاهدين، لازم يشوفوهم. لو هم القراءة مش مزبوطة انا ممكن اقرأ من عندي. حد شايف القراءة ولا انا اقراها؟ اتفضل اقرأها. اقرأ لنا استاذ، اقرأ لنا. طيب دير ملء الشاشة أستاذ أمير. حاضر حاضر، ملء الشاشة دير. لحظة أنا أقرأ لك برضو من عندي. أوكي تفضل حضر. هو بيقول لك إن الكلمات المطبوعة بتغطي على الورقة، وإن إحنا بنعرف إني لا شغل عندك، بنعرف إن المسافة واحدة وإن السطور متساوية. ما شغلش عندك على الشاشة؟ شغال. ها؟ شغال معايا. عندك ما شغالش. خليها على العرض العادي أحسن. اتفضل حضرتك. أنت تعرض وأنا هتكلم. واضحة؟ هو خلاص هنا بيقول لك ان هناك مفهوم خاطئ بان احنا ما بنشوفش الكلمات بتتحرك، وان المقاطع والجبل ثابته، وان الكلمه المطبوعه دايما بتاثر على الخلفيه، ان الكلمات لا تتحرك، وان المسافات بين السطور متساويه اللي احنا عارفينه، لكن هذا ليس صحيح دائما.
إذا كان عندك الحساسية، ويمكن أنت بدأت بالفن الحاجات دي بيشوفها الشخص، ولكن طبعا مش لازم كل الحاجات دي بيشوفها، إنما قد جزء أو جزئين أو ثلاثة. سيد أمير ربما تضغط على الكأس باش تكبر الشريحة أحسن. هيعطل. جربته مع الكأس هيعطل. هي فيها بعض الزهور برضو حتى لو صغيرة. تفضل يا دكتور. كده انتهى العرض، وان شاء الله تكون وفقنا ووصلنا بعض المعلومات البسيطة التي تفيدنا وتفيدكم وتفيد السامعين ان شاء الله. واي استفسارات اي أسئلة فنحن متواجدون مع بعض ان شاء الله، وزي ما قلنا كلنا بنتعلم من بعض. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور على الاداء الرائع والجميل المميز. بنقول لحضرتك جزاك الله كل خير على اللي قدمته النهارده، واحنا باين معظمنا بيقول ان عندنا المتلازمه بصح فعلا، وهنشوف الحضور ان شاء الله اللحظات. بنشكركم جميعا على حضوركم الطيب، وجزاكم الله كل خير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله.